بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بس مباشر كده من كهف الملح اللي الملح السيوي، تمام. الجدران ملح والسقف ملح، تمام، والأرضية ملح، اللي بتستخدم للعلاج والاستشفاء الذاتي، تخلي جسمك يعالج نفسه بنفسه. ممتاز جدا لمشاكل الجيوب الأنفية، مشاكل حساسية، مهم قوي لطاقة الكلية، لأن يعني الكلية ما يميزها هي بتحب الملح، تمام، أو ما يميزها هو الملح، تمام. ممتازة جدا، ممتازة جدا بيشد الرطوبة من الجسم، تمام، بيخلص الجسم من الرطوبة، من الطاقة السلبية اللي في الجسم. أنصحكم بصراحة سيبوا المكان ده، لأنه ما شاء الله اللهم بارك، جدا ممتاز، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجلسات في الملح السيوي اللي جاي مخصوص من سيوة، تمام. بصوا بس مع حضراتكم، تشوفوا ادي الملح اللي في الأرضية، تمام. الجدران نفسها ملح، تمام، ده نوع من الملح، ده كمان نوع من الملح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تمام. ده كمان الأرضية كمان ملح، تمام. ممكن حضرتك تقعد على الكرسي كده وتحط رجليك على الملح. ده كل ده ملح، تمام. الجسم ممكن يستفيد بيه، يحصل استشفاء ذاتي، كل الطاقة السلبية، تمام، كل الرطوبة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرطوبة، المشاكل بتاعت الجهاز التنفسي، الجهاز البولي. بالنسبة للطب الصيني، طاقة الطحال أصلا كمان مفيدة جدا للاسترخاء العضلي والنفسي، تمام. مكان بصراحة هو المكان في